كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا محمد عمر بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن اقوى حساب للمتابعين، اقوى حساب من المتابعين يا شباب، حساب بيج بوس. بيج بوس اكيد اللي بيشارك بالرومات كثير بيعرفوا، اللي بيحضر البطولات مباشره بيحضر فيديوهات اكيد بيعرفوا بيج بوس من اكثر الناس اللي بتشارك باي الرومات. شوفوا يا شباب، اول شيء عنده 13000 جوهره هون عندنا فوق، نجيبهم بيج بوس هذول. اوكي، الليفل عنده 70 يا شباب. طبعا الحساب من الفاير باس الاول صراحه بعتبره من اقوى الحسابات يا شباب، من اقوى حسابات المتابعين، الناس اللي بتشارك بالرومات وبتشارك بالمسابقات بعتبره اقوى حساب فيهم. الحساب من الفاير باس الاول ليفله 70، عنده 13000 لايك. الحساب صراحه من شك يعني لحد الان الحساب اسطوري. انا ما شفت الحساب لسه من جوا، ما شفت شو فيه سكنات، شو فيه اكواد، بس هو قال لي تقريبا فيه 27 كود او 28 كود تقريبا فيه الحساب، يعني شو فيه اكواد نزلت باللعبه يا اصدقائي هو عنده اياها. شوف يا سكنات ام بي 40 شوت جن، اي شيء بدكم اياه عنده اياه بالحساب. صراحه تحياتي له لبيج بوس، اسمه كريم، شاب من المغرب الشباب، عنده قناه على اليوتيوب راح اترك لكم الرابط تبعها تحت بصندوق الوصف. اتمنى منكم ما تقصروا معي يا شباب بالدعم، بينزل عليها كيف بيفوز بالمسابقات وبالرومات بالاشياء مثل هيك، صراحه محتوى حلو، اتمنى منكم ما تقصروا معه. كمان حبايب قلبي راح تلاقوا الرابط تبعي تبع صفحتي على الفيسبوك تحت بصندوق الوصف، بنعمل بتوت بشكل يومي بعد هذا الفيديو فورا راح نكون بث على الفيسبوك. اللي حابب يحضر البث يضغط الرابط يعمل لي متابعه، قربنا كثير على 30000. اتمنى منكم ما تقصروا بالدعم حبايب قلبي. فاوكي يا اساطير، قبل ما ابلش بهذا الفيديو بدي اطول كثير بالمقدمه، اتمنى منكم تضغطوا لايك، اشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، فرجوا التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد. لهيك بنكون وصلنا لنهايه المقدمه، اترككم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. اوكي، اول شيء خلينا نبلش فيه اللي هو السكنات يا اصدقائي. اوكي، اول سكن اللي عندنا هو سكن الكوبرا. اوكي، عنده سكن حاصل عليه كامل سكن كفو، والله كفو بيج بوس اسطوره. اوكي، السكن هذا كمان عنده اياه، هذا السكن الاخضر، هذا السكن كمان والله اسطوري يا شباب، هو قديم شوي بس اسطوري صراحه. وعنده كمان هذا السكن. خلينا نبلش بهذول السكنات على السريع يا شباب، هذول الشعر والاشياء اللي مثل هيك، بعدين ندخل على السكنات الاسطوريه. اوكي، بس خلينا نشوف بلكي في هيك اشياء مختلفه عنده هون بالشعر والاشياء مثل هيك. اوكي، الشعر هذا اسطوري والله اسطوري الشعر هذا. اوكي، على الشوكولاته يا شباب، شوفوا شو على الشوكولاته كفو. اوكي، راس المسامير 9 مسامير كفو، والله حلو يا شباب هيك، اقسم بالله 9 مسامير يا شباب يجوا بالراس هيك على الشوكولاته، والله حلوه فكرة اسطورية هذه، رح نجربها، لازم نجربها على البث المباشر هذه يا شباب. اوكي يلا خلينا نكمل ونشوف شو باقي السكنات اللي عنده اياها. صراحة الحساب يا شباب مثل ما حكيت لكم، الحساب يعني من اقوى حسابات المتابعين، يعني من اكثر الناس اللي بيشارك بالمسابقات بيلعب لعبه لا بيطيب لا بيخرب ولا بيعمل شيء، بيشارك بالرومات وبيربح ولعبه صراحة كثير حلو، تكتيكه حلو بالسولو باي شيء يا شباب بيفوز، هذا تلاقيه طلع فوق الحيط فاز، فوق الفاكتوري بيفوز، تحت الارض بيفوز، ما شاء الله عليه صراحة. اوكي خلينا نكمل. اوكي هذا اول سكن من الاكواد، هذا سكن كامل اخذه من الاكواد كفو، هذا تبع الجمجمة. سكن حلو كمان، خلينا نشوف شو في هذا السكن. اوكي هذا تبع الكوبرا صحيح، تبع القناة تبع الكوبرا، هذا اتوقع تبع اللص، تبع اللص يا اصدقائي. اوكي هذا كمان اخذه من الاكواد. كفو بيج بوس. شو عندهم كمان سكن، هذا تبع الحاضنة. اوكي هذا ما بعرف شو هو، خلينا نعمل لهم استعراض على السريع يا شباب، لانه هذول كمان النظارات، بعدين ندخل على التيشيرتات هون بيطلع لنا السكنات كاملة. هاي سكن الكلب يا شباب، سكن الكلب موجود. اوكي راس القرعة هذه يا شباب، القرعة تبع الهيلوين موجودة. اوكي سكن الشيطان اياه موجود، راس الغزال اياه موجودة. اوكي اللحية عندنا اشياء هون، عندنا سكن الارنب، هاي سكن هذا كمان موجود، هذا موجود. اوكي شو هذا؟ تبع شو هذا؟ اوكي هذا تبع السكن تبع الحاضنة. اوكي يلا خلينا نكمل. راس الكلب، هاي راس الكلب موجوده كمان يا اصدقائي. يلا على السريع على السريع خلينا نشوف هذول، نروح عند السكنات الكامله. هاي قناع الجمجمه الاسود، والله اتوقع قناع الجمجمه هذا ما عندي اياهم يمكن، هذول الاثنين اتوقع انا. اوكي خلينا نشوف هذول الباقي شو في عنده اشياء كمان اسطوريه. اوكي هذه التلتيمه كمان اللي نزلت بحدث اعتقد مجاني، هذه نزلت يمكن ولا بتبب والله ما بعرف يا اصدقائي. اوكي الاقنعه اللي هون ما عنده اقنعه، عنده هذا بس. شو هذا يا شباب بيعمل عيون حمر، شو بيعمل عيون حمر. اوكي هون ندخل على السكنات الكامله، هذا سكن الكوبرا، هذا سكن الاخضر، اوكي هذا سكن تبع الجمجمه شفناه، سكن اللص كمان اخذه بالاكواد. يا هي اول كود، خلينا نحسبهم من تو يا شباب، هذول اول كود، ثاني كود. اوكي هذا اول كود تبع الجمجمه وهذا ثاني كود. اوكي السكنات الثانيه هذول لا مش بالاكواد، هذا شو هو السكن يا شباب، هذا تبع فاير باس او تبع فاير باس قصدي، تبع فاير باس. اوكي خلينا نشوف اللي بعدهم. سكن ون بنشمان كمان تبع النوم عنده اياه، هذا سكن تبع الحدث كمان جايبه. والله يا شباب شوفوا حتى في سكنات يعني مش بالاكواد، سكنات هو بيشارك يعني في رومات احيانا على جواهر، بياخذ جواهر بيربح جواهر وبيشتري سكنات اللي بده اياها، بيشتري بيحرق الحواضن، ما تفهم غلط يا شباب، حاضنه اللعبه ايوه، حاضنه اللعبه بيحرق الحاضنه ايوه، مش محروقه الحاضنه بيحرق ايوه. اوكي خلينا نكمل ونشوف، يعني بياخذ جواهر يا شباب من الرومات، بيربح بمسابقات وبيشحن فيها جواهر وبيحرق الاحداث وبياخذ سكنات اسطوريه. اوكي خلينا نشوف، هاي كمان هدول القديمات تبع الجولد اتوقع، هدول قديمات يعني انه الحساب كثير قديم، حساب الفاير باس الاول، بس هو مش شحن يا شباب الفاير باس الاول، يعني ما كان يشحن وقتها. اوكي هذا سكن الكوماندو، هذا كمان اخذه بكود، هذا الثالث اتوقع صح، الثالث. اوكي ثالث كود هذا.
خلينا نشوف اللي بعده. اوكي هذا سكن احمر، هذا سكن الشيطان كمان اتوقع كمان بكود. اوكي احسبوا انتوا يا شباب، انا ما راح احسب، راح استعرض على السريع. سكن الساموراي كمان اتوقع بكود يمكن، والله ما بعرف يا شباب اذا بكود ولا لا، والله ما بعرف. اوكي اكيد انتم بتعرفوا يا شباب، بس هو قال لي يعني الحساب فيه تقريبا 27 28 كود اتوقع فيه الحساب. اكواد هاي سكن الارنب كمان موجود. شوفي عندنا كمان سكنات ثانيه، سكنات اسطوريه. اوكي خلينا نشوف على السريع. اوكي هذا السكن كمان، سكن هذا اسطوري، والله انا بحسابي هذا ما عندي يا شباب صراحه، السكن فعلا اسطوري هذا اللي نزل. اوكي حتى الازرق عنده اياه، كفو جايبهم اثنين، والله كفو بيج بوس. اوكي خلينا نشوف اللي بعده. شوفي عنده كمان سكنات اسطوريه. عنده سكن هذا كمان، هذا سكن انا كثير بحبه صراحه، سكن هذا اسطوري يا شباب. اوكي شوفي عندنا كمان سكنات ثانيه، خلينا نشوف هذا كمان سكن اخذه بالاكواد اتوقع كمان. اوكي خلينا نشوف، خلينا نكمل ونشوف شو في باقي السكنات اللي عنده اياها بيج بوس. اوكي راح ندخل على الاسلحه بعدين، هاي سكن السجين كمان موجود. اوكي خلينا نشوف كمان نكمل. هذول قديمات يا شباب، يعني دليل انه الحساب يعني كثير قديم يعني من الفاير باص الاول. عن جد لما قال لي فاير باص الاول معناته سكنه، معناته حسابه من الفاير باص الاول. اوكي خلينا نشوف باقي السكنات على السريع. يلا شوفي عنده هيك سكنات، بدنا سكنات مميزة بس يا شباب، نشوف السكنات المميزة اللي عنده بالحساب. اوكي هون ما في شيء، ما في شيء. اوكي هون القميص الابيض، هاي القميص الابيض يا شباب، القميص الابيض عنده اياه كمان، معناته شنطة الخنزير كمان عنده اياه، يعني واخذهم اثنين مع بعض. كفو والله اسطورة، اسطورة يا اخي والله اسطورة. اوكي يلا خلينا نكمل نشوف باقي السكنات. اوكي هون ما في شيء، ما في شيء. اوكي هون عند التيشيرت الاسود اخذه كمان، هذه البولوفر ما اعرف شو بتقولوا هذا السوداء يا شباب، مو عارف تو انتوا اكيد. اوكي ندخل على السريع نشوف كمان البطرونات اللي عنده اياها، خلينا نكمل نشوف على السريع. على السريع هون هو بنشمان موجود. اوكي اوه عنده هون الشرط الزهري، كفو كفو والله الشرط الزهري كمان رابحه بكود. كمان خلينا نشوف شو في عنده كمان اشياء ثانيه. اوكي هذا البطرون تبع الارنب. شو في اشياء ثانيه اسطوريه كمان عنده اياها. اوكي هذا البطرون تبع السكن الابيض. شو في كمان اشياء. اوكي هون البطرون الجاز، كفو والله. هون بطلون السجين، الشرط الابيض هون عنده اياه. شوفي عندنا اشياء ثانيه. اوكي شوفي اشياء ثانيه هون. اوكي هذا بطلون اليوتيوبرز كمان عنده اياه. اوكي خلصنا هيك اتوقع من البطلونات. هون الاحذيه خلينا نستعرضهم على السريع، الاحذيه يا شباب نشوفهم هيك على السريع، لانه الاحذيه مش كثير مهمه، يعني المهم هذا الحذاء الابيض يكون عنده اياه فراح يكون اسطوري. هذا الحذاء قبل كنت البسه كثير يا شباب اقسم بالابيض. اوكي خلينا نشوف هون عنده كمان تبع هجوم العمالقه. تمام عنده هجوم العمالقه يا شباب. سكن المخنتين فالكريمينال الابيض. اوكي خلينا نشوف شو في عند ليه بيج بوس، شو بيسووا عندك هذول؟ شو هذا كمان 200 يا شباب؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني انه لديه شغلات اسطوريه واشياء فعليه. بيج بوس يعني انا اسف صراحه، انا اسف بس مستحيل اني اشوف المنظر هذا قدامي حبيبي والله. انا يعني انا اسف صراحه بيج بوس، يعني بدك تزعل ازعل بس راح افتحهم الباكجات، يعني انا اسف راح افتحهم. اوكي هو هذا عنده اياه دائم يعني، ما عنده اياه السكيس. اوكي هذا عنده اياه دائم، هذا عنده اياه دائم ما راح نفتحه، الاشياء دائما ما راح نفتحها. اوكي عندنا الاكي دراجون ما عنده اياه دائم، نفتح نجيب له اياه دائم، جبناه دائم. اوكي نكمل نفتح اللي بعده، جبناه كمان دائم. الامبي 40 كمان خلينا نجيب له اياه دائم يا شباب، كمان جبناه دائم. هذول البكجات تبع شو هذول؟ نفتح واحد نشوف. طبيات وحركات وبركات ما بيلزمونا يا شباب، بدنا اشياء هيك تكون دسمه دسمه. اوكي سكار الوردي ما عنده اياه، نفتح ماكس نجيب له اياه دائم. اوكي اياه جبت له اياه دائم كمان، مبروك بيج بوس تستاهل. وهون عندنا كمان هذا عنده اياه. اوكي سكار هذا عنده اياه ما بلزمنا. اوكي الامبي 40 هذا عنده اياه، سكار الزهري ما عنده اياه دائم، نجيب له اياه دائم، جبنا له اياه دائم مره ثانيه. اوكي نفتح شو في كمان اشياء ثانيه، هذا ما عنده اياه كمان، عنده ثلاثه باكجات بس، خلينا نفتحهم عادي، ثلاثه باكجات حلوين يعني، شو بيشكو ثلاثه باكجات اسطوريات والله. اوكي الامبي 40 هذا قلنا عنده اياه، الامبي 40 ايش مش حاطينه مع بعض يعني، ما هم اثنين نفس الشيء يعني، ليش ليش؟ قول لي الامبي 40 ميكانيكي، لا خلص دائم فورا راح تاخذه بيج بوس، يعني عندي الموضوع انا بقول لك خلص عندي، قلت لك خلص مبروك عليك الامبي 40 دائم. نشوف هذا السكين كمان تبع الامبي 40 ما عنده اياه، عنده باكجين منهم خلينا نفتحهم، الحمد لله طلع لنا دائم كمان. اوكي خلينا نشوف شو في عنده اشياء ثانيه، هون الجروزه ما عنده اياه، نفتحهم 13 باكج نحصل له على الجروز الباكج، خلينا نحصل له على الجروزه.
ما طلعت له، اه طلعت له قصدي دائمة. والله بيج بوس يعني صراحة أنا ما بقدر أشوف هذا المنظر قدامي وما أفتحها من الباكجات، فأنا أعتذر منك يعني، فلازم نفتحهم يعني صراحة. في أشياء أسطورية يعني، يمكن طلع لنا هيك. شوف جبت لك كثير أشياء دائمة يعني، وين تحصلهم أنت هذول؟ أوكي 7 باكجات للإم 16، خلينا نفتحهم. أه ها يوم بي دعم، يوم بي دعم حصلت له، حصلت له يوم بي دعم يا شباب. شو بدك احسن منك يعني؟ كل الاسلحه اللي جايب لك اياها دائمه كمان، شو بدك احسن منك بيج بوس؟ والله يا اخي لو تروح لو تفتح زيهم 10 مرات ما بتحصلهم. اوكي 5 باكجات تذكار حصلنا عليه دائم. يلا نكمل نشوف باقي الباكجات اللي عنده اياها. اوكي هذا الانفور كمان ليش محصول له عليه دائم كمان؟ اوكي حصلنا له عليه دائم، الله يلعن الكذب يا شباب. اوكي بس عادي ما تركزوا معي، المهم نكمل نشوف شو في عنده اشياء تانية. هذا عنده اياه ما بلزمنا مش لازم نفتحه، هذول عنده اياهم مش لازم نفتحهم. هذا الحيوان الاليف كيف ما يكون عندك اياه؟ لازم يكون عندك اياه. اطلع بسرعه. هلين هلين هلين، نورت نورت حبيبي نورت. حصلنا له على دائم، ما شفتوا كيف بجيب اشياء دائمه يا شباب؟ والله انا سويت حسابه اسطوري عشان تعرفوا بس يا شباب. اوكي نفتح كمان شوف عندنا اشياء تانية هون. هذا عنده اياه دائم، الانفور هذا عنده اياه دائم، الفيمس عنده اياه دائم، لانشر ما عنده اياه دائم، عنده باكج واحد نفتحه ليش لا؟ يا اخي ليش تطلع فوق انزلي تحت يا اخي. اوكي هذا طبعا القرعه ما عنده الام 16، جبنا له اياه دائم اياه حصل عليه. نفتح اللي بعده شوف في عندنا اشياء تانية. الاي كي هذا قلنا عنده اياه، هذا الانفور قلنا عنده اياه، الفيمس هذا عنده اياه، هذول تبع الجواهر. افتح ام ماكس يا اخي افتح. الله شوفوا قديش اعطيته جوهر يا شباب، 10 20 25 جوهر، 25 وقلنا هون كمان 30 40 45 جوهر. يا سلام يا سلام عليك يا بيج بوس يا سلام. اوكي في عندنا ثلاثه كمان هون مش عارف شو بيطلع فيهم هذول يعني، والله مش تعرف بس مشان تعرف بس الحظ الاسطوري، الحظ الاسطوري كيف حصلت لك على امهم كلهم دائما يعني، لو تفتح 20 باكج منهم ما تحصلهم انت هذول. انا بعرف. اوكي عندنا الاوم هون كمان حصل له عليه دائم دائم دائم، حصلنا عليه دائم. ها شفتوا كيف يعني الحياه سهله ومستمره. والله بيج بوس اذا كنت تشاهد هذا الفيديو فاكيد انت راح تشاهد هذا الفيديو، فاعتذر منك يعني ما قلت لي انه في باكجات، اذا في باكجات لازم افتحهم يعني ضروري صراحه يعني. الباكجات ادمان يعني، نفتح باكجات نحصل على سكنات دائمه واشياء دائمه، هذا الشيء يعني متفق عليه. نفتح هذول مستحيل يطلعوا لي دائما، انا بعرف هذا الشيء. اوكي ما طلع لي دائما يعني، خلص هذه المره خليني احكي الصراحه ما طلع لي دائما يعني، هذا بعرف انه ما راح يطلع لي. الفيكتور خوت هي دائما الفيكتور، روح الفيكتور اصلا عن قريبا ان شاء الله راح تودعوا المونديال، راح نفتك منكم جماعه الفيكتور. الاوم يلا خلينا نحصل عليه دائم، الاوم حصلنا عليه دائم كفو، الحظ الاسطوري اسطوره. انا كل بحصل عليه دائما، كل الاشياء بحصل عليها دائما. اقول ليه توكن حلو كمان، التوكن شو بيشكي التوكن احسن من الجوال، شو بدك في الجوال؟ اوكي باكجات شو عندنا؟ انا باكجات 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 باكجات، بدنا نفتح اي باكج اي باكج ما عندك اياه نفتح. هدول 7 حصلنا عليه دائم كفو كفو، والله اني كفو يا اخي، والله اني كفو يا اخي. انا ايش بعيط هيك تقول في بث مباشر؟ اوكي باكجات هذول قلنا ما بيلزمونا يا شباب، بدنا اشياء هيك. قول ليه ما عنده اياه هذا دائم؟ نفتح ماكس. اوكي حول ولا قوة الا بالله، حظه اسطوري والله، حظه اسطوري يا شباب يعني، اي باكج بفتحه فورا يطلع له دائم. اوكي هذا الفيكتور قلنا عنده اياه، هذا لا مو فيكتور هذا اللانشر. اوكي هذا الاي كي ما عنده اياه، افتح 4 باكجات افتح افتح. اوكي ما في، شوف في اشياء ثانيه يا شباب هيك اسلحه تكون ما عنده اياه دائما، هذول كلهم عنده اياه عنده اياه عنده اياه عنده اياه. اوكي خلص خلصنا منهم. اوكي حبيبي والله الله يا سلام عليك يا بيج بوس يا سلام عليك. لا لا بيج بوس انا اسف انا اسف يعني، انت بتجمعهم على عيني وراسي، بس اني الاقي باكجات وما افتحهم فلازم افتحهم صراحه. هاي كمان واحد، افتح اللي بعده افتح اللي بعده افتح اللي بعده افتح اللي بعده نفتح اللي بعده نفتح اللي بعده نفتح اللي بعده نفتح اللي بعده اللي بعده. والله يا شباب باكجات منظرهم مغري اقسم بالله. انا اسف يا بيج بوس، والله اسف يا بيج بوس، بس صراحه يعني مغريات، والله مغريات، نكذب على بعض مغريات الباكجات صراحه يعني. كان في استعراض للحساب هو في الاول، بس بعد ما اعطتني خبر انه في باكجات، وفي بعرف انه في باكجات كان قول لي يا شوف طلع لك وجه جديد، صار عندك وجه انت عشان تعرف بس
انا بجيب لك الاشياء الاسطوريه بس. الله الله على البكج. يا اخي من زمان لو بعرف هيك والله يا شباب كان سويت فيديو تفتيح بكجات معرضه استعرض للحساب. اوكي تعال تعال يا الحبيب تعال يا الحبيب تعال افتح 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 يا شباب. كله ما عنده اياه سكنات. هذا عنده اياه. اوكي هذا عنده اياه هذا عنده اياه. سكن البرازيلي يا شباب قاعد لحد الان مجمع هذا السكن البرازيلي. افتح. شو عندك كمان شو عندك كمان؟ هذا عنده اياه. اوكي هذا ما عنده اياه نفتحه كمان. رافائيل ما عنده اياه نفتح كمان رافائيل. ولا الاشياء اللي ما عندك اياه. هذا ما عندك اياه نفتح كمان هذا السكن. يصير عندك اياه ليش ما يكون عندك اياه؟ قل اعطيه سكن. هذا طبعا مخنتين. هاتوا سكن. هذا عنده اياه هذا عنده اياه هذا عنده اياه هذا عنده اياه. هذا ما عنده اياه ليش ما عنده اياه؟ هذا لازم يكون عندك اياه ضروري يكون عندك اياه. اوكي اللي بعده شوفي عنده اشياء ثانيه ما عنده اياها. اوكي هذا السكن ما عنده اياه لازم يصير عندك اياه. هيك صار عندك اياه. ها شفت بكل بساطه يعني الحياه بسيطه وسهله. اوكي نفتح هذا كمان. شو بدنا كمان؟ هذا السكن ما عنده اياه كمان. نفتح هذا السكن كمان. ليش ما نفتح يا شباب؟ كان يعني نفتح اي حاجه اي حاجه في اي حته اللي ما عنده اياه. اوكي هذول عندي اياهم عندي اياهم عندي اياهم عندي اياه. اوكي كل شيء عندي اياه. بدنا الاشياء اللي ما عنده اياها يا شباب. ولا الاشياء كيف ما تفتح هذا السكن؟ هذا السكن لازم ينفتح. هذا ضروري هذا ضروري ينفتح. هذا السكن هذا السكن ما عندك اياه ضروري كمان ينفتح. شوفي عندك اشياء ثانيه. قول لي بس انت قول لي شوفي عندك اشياء ثانيه ما عندك اياها. هذول ما عندك اياهم لازم تحصل عليهم ضروري تحصل عليهم. شوفي عندك اشياء ثانيه. تعال قول لي بس. الاطفاء هذا لا عندك اياه صار عندك اياه. طبعا الاطفاء هذا تبع البنت عندك اياه. وهذا عندك اياه. وهذا ما عندك اياه لازم يصير عندك اياه. هيك صار عندك اياه. الف مبروك بيج بوس تستاهل بس عشان تعرف اني انا كويس وبجيب لك السكنات الاسطوريه دائما. اوكي شوفي عنده اشياء ثانيه بيج بوس. قول لي يا بيج بوس بس الاشياء اللي ما عندك اياها كلها راح اجيب لك اياها انا عشان تعرف بس. راح احرق لك ام الحساب. هون عندك البطلون والحذاء لا 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 في شيء ناقص انا ما يرضيني ما يرضيني ما يرضيني هذا الشيء. هذا السكن عنده اياه خلص هيك اتوقع كلهم فتحناهم. اوكي كل الاشياء اللي ما عنده اياها فتحناها. تعال 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 في واحد ناقص. افتح تعال تعال حبيبي تعال. وانت ما عند... كيف هذا ما عنده سكن ما عنده اياه؟ قول لي هيك لازم الكل يكون عندك اياه. قول لي ما عنده. افتح جيب يا معلم جيب جيب يا مدير. هذا ما عنده اياه. افتح. كيف في شيء ناقص ثاني؟ اي شيء ناقص قول لي بس انت تؤمر تقول لي بس. هيك خلصين اتوقع خلص هيك فتحنا كل البكجات حبيبي. والله عنده اربع ماجيك كيوب اربع ماجيك اربع ماجيك كيوب في هذه الصحراء الكبرى فيجب ان نحرقهم. استنوا شوي يا شباب بس شو بدنا نجيبه؟ نجيب له اخي السكنات يا شباب ولا الماجيك كيوب؟ حرام والله انا بقول حرام يا شباب. انا صراحه بس ما عنده الجوكر يا شباب. لازم يكون عنده الجوكر حرام يعني. الجوكر الجوكر مصيبه والله يا شباب. انا الماجيك كيوب يعني صراحه ما بحب العب فيهم الماجيك كيوب بس والله بدك تسمح لي يا بيج بوس. الجوكر لازم يصير عندك اياه. كيف ما عندك الجوكر يا بيج بوس؟ يصير عندك الجوكر. البس الجوكر يا مدير. روح على اللي بعده يا شباب. اقسم بالله في عنده لسه ثلاثة. خليت له ثلاثة عشان ما يقول لي صرفت لي كل الماجيك كيوب ويعمل لي حركات. ايوه خليت له ثلاثة ثلاثة ماجيك كيوب. خليتك شو بدك فيهم؟ ثلاثة ماجيك كيوب كثير والله كثير. ليش دخلت انا هون مرة ثانية؟ خلص خلصت من السكنات. ندخل على الشخصيات خلينا نشوف شو في عنده شخصيات يا شباب. اوكي قول لي الشخصيات كلها عنده اياها الا جوتا. There are no limits, only obstacles. انظروا هنا ماذا يوجد. يوجد شخصية جوتا. لا لا خلص انا خلي له الجوهر يا شباب خلي له الجوهر. يمكن هي ما بتلزم الشخصية. ما دخلنا بهذا الشيء. اوكي. اوكي يلا خلينا نكمل ونشوف الرقصات اللي عنده اياها. اوكي عندنا يعني رقصة القلب رقصة الهالو. هذه رقصة تبع تبوبلينز الجديدة. هذه تبع الكوبرا. اوكي رقصة الضحكة رقصة البويا. اوكي رقصة التصفيق. هاي الرقصات كلها اللي عنده اياها يا شباب. اوكي في عنده رقصات والله اسطورية كثير بالحساب يعني كل الرقصات اتوقع عنده اياها هو. خلينا نشوف. اوكي رقصة انا غني انا لدي المال. اوكي رقصة كورة رقصة البيض رقصة الكوبرا. اوكي رقصات ما عنده الوردة. كيف ما عنده الوردة؟ ما عنده الوردة يا شباب. والرقصة هذه تبع الدجاج تشيكن. اوكي وهذه ما عنده اياها كمان.
ولا في رقصات ما عنده يا بيج بوس؟ كيفك والله يا بيج بوس عندك جوال يعني، انا صراحه نفسي اجيب لك اياهم السكنات، لازم كل شيء يكون عندك انت من هذول الاشياء. اوكي هذول الرقصات كلهم ما عنده، يا الباقي خلينا ندخل على السيارات نشوف السيارات اللي عنده اياها. اوكي سكنات السياره في عنده هذا وهذا، وفي عنده سكن هذا وفي عنده هذا وفي عنده هذا، هذول الاثنين اوكي هذول صار سكن. هذه تبع السياره الخضراء عنده تقريبا 5 سكنات لها. تيك توك عنده توك توك، تيك توك مين؟ توك توك اسمه. اوكي المطور هون عنده هذول السكنات له، عنده 5 سكنات كمان. والله هذا السكن اسطوري فعلا، اسطوري هذا السكن ينزله يا شباب. اوكي وهذا كمان حلو. اوكي سكنات السياره السريعه هذول عنده اياهم 4 سكنات، السياره الزرقاء عنده سكنين، السياره الكبيره عنده سكنين لها. اوكي السكن هذا اسطوري كمان. خلينا ندخل على الشنط يا شباب نشوف الشنطه. عند الشنطه الاولى هذه ما عندي اياها انا بحسابي يا شباب، الشنطه هذه اوكي هاي شنطه الخنزير موجوده. هذول الشنطات على السريع خلينا نعمل لهم استعراض يا شباب ونشوف اللي بعدها. ندخل على الاسلحه يلا على السريع على السريع على السريع. اوكي نشوف هذا الشنط اللي عنده اياه، نشوف الاشياء المميزه بس اللي عنده اياه يا شباب بالشنط. اوكي هذه كمان حلوه وهذه كمان حلوه الشنطه، وهذه كمان اسطوريه شنطه الجوكر، هذه كمان اسطوريه بس صارت كثير يعني نزلوها 1000 مرة ولا هي كثير صارت عند اللعبه كلها يمكن. اوكي المسدسات هذول هم على السريع، خلينا نشوف كمان المميز منهم بس نعمل له استعراض. اوكي هذول كلهم خلينا نشوف ننزل لتحت. اوكي عنده كمان مزلجات كثير، اللوت بوكس خلينا نشوف شو في عنده كمان لوت بوكس هون. اوكي هذا تبع البيضة هذا الازرق هذا اسطوري، اكثر واحد اسطوري والله يا شباب اللوت بوكس. اوكي نشوف اللي بعده شو هذا اللوت بوكس هذا تبع البويه، والله هذا يمكن انا كمان ما عندي اياه يا شباب ما جبته، انا الاحداث هذه ما باخذها ما بعرف ليش. اوكي هون عندنا الباراشوت المظلات يا شباب، اوكي ما في شيء مميز يعني كثير، يعني ما فيهم اشياء مميزات كثير هم الباراشوت والاشياء مثل هيك. اوكي هون عندنا شو اسمه الشعارات يا شباب، هون في عندنا الصور، خلينا نعمل لهم استعراض على السريع كمان. هون في عندنا البانر، اوكي هو بيستعمل هذا البانر، في هذا تبع بالوما، هذا البانر الاسطوري صراحة اللي أنا بحبه يا شباب. نشوف الباقي على السريع، اوكي شو في عنده أشياء بس بدنا أشياء مميزة. هذا في أولي شوفوا هذول يا شباب تبع السيزون الثالث، تبع السيزون الثالث يا شباب شوفوا هذول البنرات فعلا أسطورية يا شباب، والله أسطوريات هذول البنرات، هذول القديمات تبع السيزون الثالث هذول يا شباب والله أسطوريات هذول. عندك هذا وهذا وهذا، هذول والله أسطوريات أقسم بالله البنرات هذول. اوكي نكمل نشوف شو فيه كمان. عنده اشياء، اوكي خلينا نشوف. اوكي بدنا شيء مميز هيك، اذا عنده شيء مميز. اوكي هيك خلصنا من البانر، خلص ما ضل في شيء، خلينا ندخل على الاسلحه. اوكي اجى دور الاسلحه يا شباب، خلينا نشوف الاسلحه اللي عنده اياها. اوكي عندنا اول سلاح اللي هو هذا الانفور، جابه من الحاضنه كفو، هذا كمان الانفور. هذا نادر كثير صراحه الانفور يا شباب، هذا نزل بحدث قديم. اوكي نشوف اللي بعده، خلينا نشوف شو في عندنا اشياء كمان اسطوريه ثانيه. اوكي هذا الانفور كمان عنده اياه، سكنات الانفور عنده، هذا ما عنده اياه داعم، هذا سكن الانفور الذهبي. اوكي الباقي والله الانفور ما شاء الله عنده كثير سكنات، الانفور عنده 16 سكن للانفور كفو اسطوره والله. نشوف اللي بعده. اوكي هيك عدلنا الصوره شويه شباب عشان يبانوا الاسلحه بس. اوكي عندنا الاي كي هون في عنده 11 سكن للاي كي. اوكي الاي كي دراجون ما عنده اياه دائم بس عنده هذا يا شباب ليفل 6، ضل واحد بس ويمكس وياخذ الرقصه يا شباب، اكيد راح يمكسه. عندك جوال بيج بوس لازم تمكسه، لازم تجيبه مكس وتاخذ الرقصه. اوكي خلينا نشوف السكنات اللي عنده اياها، الاغلب ما عنده اياه دائم يمكن يا شباب. اوكي في عنده هذول دائم بس في توقيت يعني الاغلبهم عليهم توقيت ما طلعوا له دائمات. عندنا سلاح ابو كلب يا شباب عنده له 4 سكنات، خلينا نشوفهم على السريع. سكار التيتان، اوكي في عنده سكار التيتان، وفي عنده سكار القرش كمان ليفل 2، سكار الوردي، وفي عندنا سكار هذا الاحمر والازرق، هذول بس مش دائمات يا شباب. الجروزا، الجروزا عنده 4 سكنات لإلها، اوكي هذول هم على السريع. سكن الاس كي اس عنده 6 سكنات لإله، خلينا نعمل لهم كمان استعراض على السريع، اوكي هذول هم. سلاح ال 100 طلقة عنده سكن واحد لإله اللي هو هذا، الفيمس عنده 8 سكنات، هذول هم. اوكي الاغلب دائم عنده اياه من الاس كي اس. عندنا الدراجانوف يا شباب، الدراجانوف في عنده سكن 4 سكنات للدراجانوف، هذول هم. اوكي 4 سكنات في واحد منهم مش دائم. الاكس ام 8 عنده 3 سكنات، هذول هم دائمات. اوكي الام 16 10 سكنات عنده لإله، هذا دائم، هذا 23 ساعة لسه ضايله، هذا دائم وهذا دائم وهذا دائم وهذا توقيت وهذا دائم وهذا عليه وقت وهذا عليه وقت. اوكي الان 94 في عنده 5 سكنات لإله، هذول هم. اوكي سكنات اسطوريه عنده اياها، اوكي كفو والله هذا سكن اسطوري. البلازما عنده سكن واحد لإله، الاوك ما في له سكن، السلاح هذا ابو خبطات شو اسمه؟ برفل شو اسمه؟ رز وبازيليا يا شباب.
كمل على اللي بعده. اوكي سلاح النقار ما له سكن. روح على اسلحه الاس ام جي. اليوم بي عندنا 6 سكنات للاس ام جي. اوكي هذول هم على السريع. بقي واحد ادوع على توقيت. الام بي 5 عنده 9 سكنات. خلينا نشوفهم على السريع. هذول هم 9 سكنات، في واحد منهم عليه توقيت. اوكي مش دائم. الفي اس اس عنده سكنين لإله. الام بي 40 عنده الام بي 40 الذهبي. كفو هذول كمان روحوا بالاكواد. الام بي 40 كوبرا في عنده. هذا الام بي 40 مش دائم، هذا دائم. البيض مش دائم. اوكي هذا الميكانيكي كمان مش دائم، وهذا مش دائم. اوكي عندنا البي 90. البي 90 في عنده 5 سكنات لإله. هذول هم في واحد منهم عليه توقيت اللي هو هذا، مش طالع له دائم. اوكي نروح على اللي بعده. اللي بعد هذا سكن ما في له، له سكن واحد. اوكي هذا هو سكن واحد. تومسون في عنده 3 سكنات لإله. هذول هم 3 سكنات للتومسون. اوكي والفيكتور، الفيكتور عنده هذا السكن ومش دائم. اوكي الشوتجن، عندنا شوتجن طويله. في عندنا الشوتجن هذه الخضراء، وفي عندنا الشوتجن الناريه. الشوتجن هذه كمان والله في الشداقن، يعني عنده الشداقن اسطوريه دائما. شو بيستعمل هو منهم؟ اوكي بيستعمل هذا الاخضر. خلينا نكمل نشوف اللي بعده. اوكي هم 7 سكنات للشوتجن. هذول هم في واحد منهم لا لا كلهم دائمات، كلهم دائمات تبع الشوتجن. اوكي سباس عنده 9 سكنات للسباس. هذول هم في واحد منهم عليه توقيت، الباقي دائم. الشوتجن طلقتين عنده، الشوتجن هذا الازرق، وفي عنده الشوتجن عنده تقريبا كل الشداق اللي نزلت عنده اياها. كفو والله بيج بوس كل الشداق اللي نزلت باللعبه عنده اياها. كفو اسطوره. اوكي الشوتجن هذا في له سكن يا شباب، والله في اسلحه نزلها لها سكنات انا ما بعرف وينها. اوكي عملوا تزويد، هذا ما عملوا تزويد، له خاصيه كمان فيه مدى والله. كفو. اوكي سنايبر عندنا الاوم هون، في عنده له 6 سكنات. هذا السكن مش دائم، السكن الاحمر، والباقي دائمات كلهم. اوكي في واحد منهم كمان مش دائم. الكار في عنده 6 سكنات للكار. هذول هم اوكي هذول هم الكار 6 سكنات كلهم دائمات عنده اياهم. الاوم الثلجي ما فيه ولا سكن. البيستول عندنا المسدسات، في عندنا سكن هذا لنصر الصحراء الدي الايجل، وفي عندنا مسدس الام 18 في له سكنين. هذول هم سلاح الميني شوتجن في له سكنين. سلاح لا ورطة. اوكي سلاح الام 500 المسدس عنده له سكن واحد. هذا له عنده سكن واحد مسدس الدم. هذول هم البيستول كلهم. اوكي هون عندنا القلايات والعصيان، عندنا 8 سكنات للقلايه. هذول هم كلهم. اوكي على السريع تبع البويه كمان هون. اوكي عندنا السيوف، السيوف عنده هاد، وفي عنده هاد، وفي عنده هاد، وفي عنده هاد، وفي عنده هاد كمان. اوكي العصيان 5 سكنات للعصيان. هذول هم. اوكي الكتانة، الكتانة في عنده هذا السكن، هذا سكن نادر تبع الكتانة، وفي عنده هاد، وفي عنده هاد. اوكي هذا مش سكن، 4 سكنات للكتانة خلص خلصنا. اوكي البوكس في عنده هذا البوكس، وفي عنده البوكس الثلجي. صراحة اسطوريات اثنين، بس مشكلتهم هذا، هذا صوته احسن يا شباب، هذا صوته مزعج كثير، هذا كثير صوته مزعج، هذا صوته انعم. اوكي الجرينادا عنده 27 جرينادا ما شاء الله كفو. اوكي هذول هم الجرينادا اللي عنده اياهم، القنابل كلهم. اوكي هذه تبع مستر شنب. اوكي تبع الاناناسة، تبع الفواكه، اقسم بالله سلة فواكه يا شباب القنابل. اوكي هذه اناناسة كمان. اوكي خلينا نشوف. هذه تبع المايك. اوكي هذول هم القنابل كلهم يا شباب. القنابل الثلج عنده الجلوال يا شباب، عنده 15 سكن ثلج ما شاء الله كفو. اوكي هذول هم السكنات الثلج اللي عنده اياهم كلهم. اوكي صورتي مش مغطيه. اوكي تمام يلا خلينا نشوف باقي سكنات الثلج اللي عنده اياها بيج بوس. هذا تبع كورونا اتوقع. اوكي وهذه كمان عنده اياها. اوكي كفو، هيك خلصنا من القنابل. نيجي على الانادرز، هذه تبع الكورس بو والاشياء اللي مثل هيك، الاشياء اللي مش اسطوريه. اوكي اللانشر هذا لا اسطوري اللانشر. في عندنا 8 سكنات لللانشر، الكورس بو ما عنده له ولا سكن. هذول 8 سكنات لللانشر، هذول هم في منهم 2 3 4 اغلبهم عنده بتوقيت مش دائمات. السلاح هذا في عنده 3 سكنات له هم هذول، وفي عندنا السلاح هذا عنده سكن واحد. خلص هيك خلصنا اتوقع من الاسلحة، وخلصنا من السكنات، عرضنا كل شيء بالحساب، واشترينا لوحدة ماجيك كيوب عادي، يعني مش بيناتنا بيج بوس عادي، ماجيك كيوب حلوة يعني اسطورية. فتحنا لك الباكجات اللي عندك كمان مش بيناتنا بيج بوس. فاوكي يا حبايب قلبي لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. اذا اعجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك، وكمان حبايب قلبي مرة ثانية لا تقصروا بالدعم مع بيج بوس، رح تلاقوا رابط قناته تحت بصندوق الوصف، بينزل كيف بيربح بالرومات والاشياء مثل هيك، صراحة محتوى حلو يا شباب ومسلي، اتمنى منكم ما تقصروا معه. كمان حبايب قلبي لا تنسوا تتابعوا البدوت مباشرة يوميا على الفيسبوك، رح تلاقوا الرابط كمان تحت بصندوق الوصف. لهيك بنكون وصلنا للنهاية، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.